السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكم اكس تي في. إلى جميع تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، هناك استعداد لامتحانات المحلية في مادة الرياضيات. أقدم لكم هذه المسألة. يملك محمد وخالد مبلغ من المال قدره 8764 درهم. يملك محمد وخالد مبلغ من المال قدره 8764 درهم. إذا كان المبلغ الذي يملكه محمد يفوق المبلغ الذي يملكه خالد ب 349 درهم، أحسب المبلغ الذي يملكه خالد ثم أحسب المبلغ الذي يملكه محمد. انتبهوا جيدا. إذا في هذه المسألة لدينا سؤالين، أو سنقسم المسألة إلى قسمين، القسم الأول في سؤالين والقسم الثاني في سؤال ثالث. إذن هنا يملك محمد وخالد مبلغ من المال قدره 8764 درهم. إذا كان المبلغ الذي يملكه محمد يفوق المبلغ الذي يملكه خالد ب 349 درهم، أحسب المبلغ الذي يملكه خالد وأحسب المبلغ الذي يملكه محمد. إذا لاحظتم جيدا، وإذا صادفتم هذه المسألة مثلا أو شبيهة بهذه المسألة في الامتحان المحلي الخاص بالرياضيات، ما هي الطريقة التي سوف تمكنكم من إجابة بسهولة على هذه المسألة؟ انتبهوا معي الحل. إذن انتبهوا جيدا الحل لهذه المسألة هذه وطريقة التعويض. لدينا محمد زائد خالد يساوي هذا المبلغ. هذا المبلغ اللي عند محمد زائد المبلغ اللي عند خالد هو 8764 درهما. المبلغ اللي عند محمد زائد المبلغ اللي عند خالد هو 8764 درهم خالصة. إذن محمد مبلغ اللي عند محمد يفوق عن المبلغ اللي عند خالد بتقريبا 349 درهم. إذن هذه المسألة هذه خاصكم تلاحظوا مزيان، المبلغ اللي عند محمد يساوي المبلغ اللي عند خالد زائد 349 درهم. اذا طريقه التعويض، نعوضوا هذه العباره هذه هنا. مثلا مبلغ اللي عند محمد زائد مبلغ اللي عند خالد يساوي 8764 درهم. مبلغ محمد هو مبلغ اللي عند خالد زائد 349 درهم زائد مبلغ اللي عند خالد يساوي 8764 درهم. إذن هذا المبلغ اللي عند خالد فهو المبلغ ديال محمد، لأن المبلغ ديال محمد يساوي المبلغ ديال خالد زائد 349 درهم يفوق ذلك. إذن هذه المسألة خاصك تردو على البال. إذن كم لدينا من المبلغ ديال خالد؟ زوج مرات. وكم لدينا الفرق؟ 349. إذن هذا الفرق هذا خاصو يتحيد من هذا المبلغ الأصلي. 8764 طبعا نقسم منها هذا المبلغ، سوف نحصل 8764 نقسم منها 349. 4 ناقص 9 14 ناقص 9 يساوي 5، 6 ناقص 5 يساوي 1، 7 ناقص 3 يساوي 4، هنا 8. إذن 8415 هو ثمن اللي عند خالد المتساوي لعند خالد وعند محمد. 8415 ناقص هذا الفرق هذا. إذن 8415 درهم يساوي ماذا؟ يساوي مبلغ عند خالد جوج مرات، مرتين، مرة الأولى ومرة الثانية. إذن مرتين. إذن للتخلص من هذا
العدد 2 يجب القسمة 8415 مقسوم على 2 لكي نتخلص من العدد 2 ونحصل على المبلغ خارج صافي. 8 شحال فيهم 2 في 4 و 4 شحال فيهم 2 في 2 من 1 0 15 شحال فيهم 2 في 7 هنا 4 من 4000 عندنا 4207.5 درهم هو الثمن ديال هو المبلغ ديال خالد. باش نتأكدوا انا نقوم بعملية باش نتأكدوا دين 8415 مقسوم على 2 يساوي 4207.5. نعم جيدة، انت لاحظوا جيدة شنو 4207.5 درهم هي خاصة بسبب خالد. إذا المبلغ هذا ديال خالد 4207.5 درهم خالد. إذا بغينا نحصلوا على محمد، إذا هذا ديال خالد، إذا بغينا نحصلوا على محمد يجيبوا فعل ذلك. إذا مبلغ اللي عند خالد المبلغ، إذا 8764 نقسم منها 4207.5 5 ناقص 5 يساوي 5 14 ناقص 8 يساوي 6 8 10 11 12 13 14 6 ناقص 1 يساوي 5 7 ناقص 2 يساوي 4 يساوي 5 كذلك 8 ناقص 4 يساوي 0. إذا هذه العملية، هذا هو المبلغ ديال محمد 4556.7. باش نتأكد نضيفو ليه 346 لا باش نتأكدوا نضيفوا هاد 4207.5 زائد 349 هاي 5 7 زائد 9 16 5 5 4 هذا لاحظوا جيدا 4556 هذا ديال محمد وديال خالد هو هذا ديال خالد عنده 4207.5 درهم هذا ديال خالد ديال محمد عنده تقريبا 4556.5 درهم. السؤال الموالي تقول لهم اذا كانت اخت محمد تملك ثلث معنى 1/3 ما يملك خالد فهم الملك الذي يمتلكه، يعني 1/3 هو ثلث ما يملك خالد، يعني اخت ديال محمد سميتها مثلا زينب تملك ثلث ما يملك خالد. اذا ما يملك خالد ماذا هو 4207.5 درهم، يجب ضربه في 1/3 4207.5 درهم ضربها في 1 نقسمها على 3 اذا نقسمنا على 3 بعجالة بلا ما نضيع الوقت نقوم بعملية الحساب ديريكتوما. اذا 4207.5 مقسومة على 3 مع 1/3 يساوي 1402.5 إذن 1402.5 درهم هذه ديال زينب أخت ديال محمد أخت محمد
و4207 ديال خالد، و4556.5 درهم ديال محمد. إذن هذه هي طريقة التعويض، هي اللي خلتنا نحلو هذه المسألة هذه. إذن أعيد الفيديو من جديد لكي تكتسبوا مهارة في حل هذه المسائل الخاصة بالتعويض. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله للاستعداد في الامتحان المحلي الخاص بتلاميذ السنة السادسة ابتدائي رياضيات، مادة الرياضيات. إلى اللقاء.